بص يا جرجس، انت جيت اديتني الامان، والامان ما بيجيبش سلكات. وخد دي اخيرا انا هعمل مقلب. خليني اقول لكم انا فرحان قد ايه، لان انا خدت العلاج اللي جه من المطار، يعني فيا كميه حماس. الله، اعذروني على كميه الحماس والتنطيط اللي هتشوفوه في الفيديو ده، بس اخيرا انا حاسس ان انا رجعت. لا، في باور. اوكي، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تدوس اللايك المتين الجامد، واهم حاجه ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. هتلاقي كلمه اشتراك تحت الفيديو، دوس عليها كده انت انضميت لعيله الدباحين. وخلاص احنا قربنا على 3 مليون، فشكرا جدا من كل قلبي. بامانه الحياه من غيركم كانت وحشه جدا، فاللي هو لما يبقى معاك دباحين وبتعمل فيديوهات حاجه جميله جدا، فانتم على راسي. وشكرا جدا لكل واحد اشترك وخلى صاحبه يشترك وعلى راسي. مش هنرغي كتير، نخش في فكره الفيديو. جرجس مديني الامان، لان انا كده تعبان، مش هينفع يعمل فيا اي حاجه تضايقني، لان لما انا بتضايق بتعب اكتر. حلوه، هو مديني الامان، والامان بيجيب عدم سلكات. فكره الفيديو جت ازاي؟ بقول له يا جرجس عايز اغير سلك الليد ده، نجيب سلك دبل بينور اكتر. قال لي لا، سيب المكتبه زي ما هي. طيب انا هجيبها لك على الارض. فكره الفيديو بقى تمشي ازاي؟ المفروض ان جرجس راح يغير الجزمه للتكريم، الجزمه طلعت عليه ضيقه، فهو راح يجيب مقاس اوسع. خلاص ماشي، دي فرصه ان احنا نعمل مقلب. انا هعمل ايه؟ انا هكسر الاستوديو، مش هكركب الاستوديو، انا هكسره. فيعني حاولوا تمتعوا بالمنظر ده، اخر يوم ليه النهارده حرفيا. وبعدها هقول له ايه؟ جرجس تعالى نفطر سوا، واحنا داخلين من باب الشقه اعمل نفسي متفاجئ زيه. لو الاستوديو بتاعي باظ. وقال ايه؟ احنا كنا بنصور فلوج، فطبيعي جدا ان الكاميرا تبقى شغاله. ارجوكم ما تقولوش على دماغي انها شيطانيه، هي جت كده. مش هرغي كتير، بس يلا بينا. قبل ما نكمل الفيديو جايب لكم النهارده لعبه مختلفه، اول مره نعمل اعلان للعبه، وهي لعبه زر. اللي ما يعرفش اللعبه دي، اللعبه دي بتحكي عن حروب مختلفه، وبيبقى ليك ليفلات، وكل ليفل ليه لبس معين لحد ما توصل لليفل 110. اللعبه معموله بجرافيكس حلوه جدا، بتنافس الالعاب زي موبايل ليجند. واهم حاجه اللعبه بتعمل ايفنتات شهريه، ان انت ممكن تكسب 500 دولار من انت بتلعب. طب تخيل حاجه، اخر حاجه يوم افتتاح اللعبه هو النهارده. عايز تعمل اي حاجه في اللعبه ومش عارف، لينك الديسكورد في ناس فاتحه 24 ساعه عشان يرد عليه، فهتلاقي لينك اللعبه تحت في الديسكربشن. جرب وقول لي رايك وهات ال 500 دولار. ودلوقتي هسيبكم مع 10 ثواني كده للانترو بتاعت اللعبه. طيب بصوا بقى يا جدعان، نبتدي ازاي؟ نبتدي. حرامي دخل الاستوديو، اول حاجه هيعملها هيعمل ايه؟ لا، هو مش لازم يعدي على الدور الاولاني. اه ماشي، يعني هو ممكن يعدي هنا بقى، فاهم؟ هو حرامي، ما مش عارف اقول ايه، فلازم يرمي حاجه غاليه برضه. لا ده بيتكسر، حرامي رقيق. دي بمتحن بيها دي. نروح فين بقى؟ نوسع كده؟ انا هنطلع دول كده، فاهم بقى؟ اوبا. ايه ده، البطاريه دي ما كنتش لاقيها والله. انا هقوم سايبها مفتوحه كده. بصوا بقى يا جماعه، بما ان جرجس مش راضي يغير سلك الليد ده، بصوا ايه ده، ده بيتلك، ده بيتلك. قلت له تعالى نجيب السلك الدبل اللي بينور، هو مرضيش، حتى السلك مرضيش ووقع. فاحنا هنعمل ايه؟ المفروض ان دي بصوا بتتخلع كده، فانا لو رامي وعامل مقلب اخلعها كده، بس انا لو حرامي هعمل كده. ما وقعتش، كسرت التكات. شايفين حرامي بوظ ايه؟ ده ليس مشهد عنيف، انما هو هزار تافه من شخص تافه صدقني. ولا تمسح الفيديو، وما تنساش تدوس لايك عشان الفيديو ممكن يطير من القناه، او سبسكرايب عشان لو الفيديو طار تشوف الفيديو اللي بعده، فما تنساش تعمل سبسكرايب، خليك كده شخص ايه؟ فريش. بص يا جرجس بقى، بما انك هتتفرج على الفيديو ده حبيبي، ها؟ واخد بالك انت معايا؟ انا بتضايق منك، لان انت اخ مش دباح، ده شاكوش ودي مكتبه انت بتحبها، فالقوم اعمل كده. يا نهار اسود. اوه مان، يا نهار اسود. واخد بالك؟ للاسف دي هتتصلح، بس انا مش عايزها تتصلح، انا عايز اعمل ما تتصلحش. نايس نايس شباب، من تحت بقى. ابو
ضعيف ضعيف. مخبين فلوس هنا ولا حاجه؟ في ايه يا جدعان؟ الو ايه ده؟ هي في حاجه بتقع. اخويا مخبي نسكافيه؟ ده ظهر ازاي ده؟ يا ابني الحق. يا نهار اسود على الغد ده، ولا اخوات البرنس. 3 4 5 6 7 نص علبة يا ابني. مش مخبي هنا كريب؟ ده انت ليلتك سود. بص هي باظت، هي باظت. اوب اوب. يا مان او مان، انا رجعت. لو اب وام بيتفرجوا عليا انا واخد اذن باباي. تمام تمام، بس انا مش هاخد اذن اخويا. ارجس انت، جيت تحك مع الدباح فخد دي رجلي. يس اني اسف، فلتت مني. بص يا جرجس، انت جيت اديتني الامان، والامان ما بيجيبش سلكات. وخد دي. اني اسف. اوه شكلها جامد جامد جامد. دلوقتي ان الاكل هينزل لنا، وبعد كده نروح بقى ايه، نروح البيت ونكمل الفلوج من هناك. طب يا جدعان دلوقتي احنا خلصنا اكل ومروحين البيت بقى، ولا انت شايف ايه يا جرجس؟ رايي تاني في حوار الاكل؟ هنزل ستوري. بينزل ستوري قمه التفاهه. طريقنا للبيت. ربنا يستر عليك يا جرجس من اللي هتشوفه. ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ هي النمط مش شغاله ليه؟ استنى استنى وسع. يا نهار اسود ده. مين اللي عمل كده؟ يا نهار اسود ده، ايه ده؟ انت اللي عملت كده؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ مش كده يا جرجس. بقول لك ايه، عادي افتح الكاميرا عشان نعمل محضر. يا نهار اسود يا نهار اسود. البيت الله يحرقه اللي كان السبب. تدمر الاستوديو. مش فاكر دمره خالص. حاطط ايه؟ يا نهار ابيض. ايه؟ في ايه؟ كان في حاجات في الدرج هنا. طب اهدى اهدى. ايه ده؟ هي فين الدروع؟ يا نهار اسود. كسروا اماكن الدروع، كسروا الدروع. طب دي ما اتاخدتش، دي اتكسرت. ده ما بيتصلحش، ده كده خلاص. بس 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 هتعور نفسك. اكيد اللي عمل كده نيته خير. شويه كرم. انا بحاول افك الدنيا بس انا مش هعرف ازاي افكها لما اقول لك لما اقول لك ان انا اللي عملت المقلب ده. بس بص من غير ده والله انا ده مقلب فين؟ مقلب لو الحاجه ما اتكسرتش وعملت ان هي اتكسرت. بس دي اتكسرت فعلا. لا ما استنى، عامل استوديو جديد وربنا. يا عم بمناسبه 3 مليون الف مبروك. 3 مليون بقينا من غير استوديو. انت عبيط. بنطلع قدام ولا بنرجع ورا؟ ما نرجع ورا بنطلع قدام عادي. يعني ايه عامل لي استوديو؟ يا عم بعت اوردر. استنى افهمك فهمني كده وانا قاعد مش عارف اتنفس.
الله يعني. وربنا عمل لك استوديو بنسبة 3 مليون. بس بعد اللي حصل ده مش عامل حاجة. انت متفق معاه صح؟ متفق معاه؟ وربنا عامل لك استوديو جديد، سقف جديد، حيطان جديد، كراسي جديدة، مكاتب جديدة، ليد جديد. اوعى بقى كده. انت حسبت ان انا تعبان فانا رجعت عليك. انا خدت البتاع ده وبقيت ايه؟ مهرجانات جواه. المهم قبل ما نقفل الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب في القناه، واهم حاجه سبسكرايب في القناه عشان تشوف الاستوديو الجديد. والنبي بلاش غدر، والنبي والاول مره بحماس نار. واشوفكم الفيديو الجاي.